المحسن طاب علينا والمحسن يرهب فينا والمحسن طاب علينا والمحسن يرهب فينا والمحسن طاب علينا والمحسن يسجن فينا والكرامة اللي بغينا والمحسن يقمع فينا والكرامة اللي بغينا والمحسن يقمع فينا وليداتنا كنطلبوا لهم الصراح كنقولوا لهم كنقولوا لهم حكموا بالعدل حكموا بالبراءة راه باقي كنتسناكم واحد العقبة تطلعوها هي الموت نتحاسبوا عند الله نتحاسبوا عند أمام الله سبحانه وتعالى راه الله ما كيبغيش الظلم راه الله سبحانه وتعالى حرم الظلم على راسه وعلى عباده هذا راه ظلم هذا راه ظلم كيزيدوا كيأزموا المغرب كيزيدوا في الأزمة ولا بقوا في هذه الحالة هذه راه كيأزموا المغرب كامل وكيأزموا الوطن احنا ما بغيناش الوطن ديالنا يتأزم بغينا بالعكس الوطن ديالنا يتصلح ولادنا نهار خرجوا جات لهم الغيرة على بلادهم جات لهم الغيرة على وطنهم مطالبوا مطالب حق مشروعة شدوهم اعتقلوهم اختطفوهم اعتوهم 20 عام هذا ظلم هذا ظلم وعرفوا العالم كامل ظلم ظلم باين وواضح كي الشمس خصهم يفكروا بالعقل يحكموا بالحكمة يعرفوا اش كيديروا يحكموا بشي حكم يكون عادل ونزيه راه شوف الشعب كلشي غضبان الشعب كلشي غضبان كلشي كيعاني كلشي كيغوت واش هما ما كيشوفوش عند هاد الناس هادو كيشوفوا غير ظلموا بركة من الظلم بركة من الظلم بركة من الظلم حسبنا الله ونعم الوكيل دعيناهم الله حسبنا الله ونعم الوكيل كل شيء غيخلصوا الله سبحانه وتعالى كنطلبوا القوة وكنطلبوا الشجاعة ولادنا دخلوا على الكرامة ودخلوا على العدالة وكنطلبوا العدالة من هاد القضاة هادو من هاد الدولة هادي كن حكم عادل إن شاء الله هاد الشيء اللي كنطلبوا وتحية نضالية على الشينا وحتى الشينا على الشينا وحتى الشينا الكرامة اللي بغينا الكرامة اللي بغينا على الشينا وحتى الشينا على الشينا وحتى الشينا الحرية اللي بغينا الحرية اللي بغينا واقفين قدام المحكمة ديال الاستئناف وكنتظروا الأحكام أنا كنتظر حاجة واحدة أنه الدولة تعمل الحكمة وأنها تفرج على هاد المعتقلين وتعلن البراءة ديالهم التامة وأن تقوم على جبر الضرر الذي لحق بهم وبأسرهم وبجهتهم وأن تنتبه إلى جهات أخرى في هذا الوطن تعاني من التهميش تعاني من التفقير تعاني من التجهيل وأن تنتبه أكثر إلى المشروع التنموي اللي خصو يكون في البلاد واللي اليوم احنا غاديين من درب مكتسب إلى درب مكتسبات وأننا خصنا نكونوا كنفكروا بعيد إلى بغينا نتفاداو الانفجار ديال الاوضاع في هذه البلاد راه المغاربه بغاو ولادهم يقراو مزيان بغاو يكون الامكانيه ديال التغطيه الصحيه بغاو الطريق تكون مفتوحه بغاو الشغل يكون متاح بغاو ولادهم يتكونوا تكوينا قويا بمبادئ بمعارف يعني بحس نقدي ماشي نديروا تعليم بسرعات مختلفه اللي كاين عندنا اليوم في المغرب هذا الشيء اللي كنتظروا واليوم احنا بغينا نفرحوا
لاننا كنتالموا طول السنه، بغينا نفرحوا شويه مع هاد الاسر، نشوفوا وليداتهم خرجوا، ونقولوا للدوله بان المقاربه ديالها ديال القمعيه الامنيه وديال التخويف ما خداماش وما غتخدمش. هالجزائر مورانا استفدوا منا من الحراك الحضاري السلمي ديالنا، وداروا حراكهم والقضاء ديالهم، قال لهم انا ما نحاكمش الناس الحراك، كيف يعقل حنا كنتبشحوا كنقولوا عندنا قضاء وكذا، علاش القضاء يحكم على وليداتنا حنايا ابرياء وشجعان وكيطالبوا بالحق ديالهم اللي الدوله خصها تضمنوا، وانه نعطيهم 20 عام. راه المغاربه ما بقاوش كيخافوا، راه جي دار الخوف نهار، راه خصنا نبنيو البلاد باش نصونوا الكرامه وباش نصونوا السلم والامن، والا غادي نمشيو في الرجلين ديال الامبرياليه وديال الصهيونيه وديال هاد المخططات الجهنميه التي تترصد بنا. المخزن مشيتي غلط، المخزن مشيتي غلط، ما بقاو يخلعوا مزرالك، ما بقاو يخلعوا مزرالك، 20 سنه راكم زانه، 20 سنه بالزنزانه، وما تسكت سلطانه، وما تسكت سلطانه. نقف اليوم للتزامن مع الجلسه الاخيره لمحاكمات معتقلي حراك الريف والصحفي حميد المهداوي امام محكمه الاستئناف. نقف اليوم لنقول للقضاء ان هذه اخر فرصه، اخر فرصه للقضاء لتصويب ما قامت به النيابه العامه حين اتهمت هؤلاء بهذه التهم الثقيله، لا لشيء الا لانهم خرجوا للمطالبه بحقوق مشروعه، حقوق اجتماعيه واقتصاديه عاديه، شهد الكل، شهد الجميع بعدالتها وبمشروعيتها، وعلى راسهم كل مؤسسات الدوله والاحزاب السياسيه، وكذا رئيس الدوله الذي اعترف بفشل النموذج التنموي. لنوقف اليوم لنطالب ونجدد المطالبه مره اخرى بالاطلاق الفوري لسراح هؤلاء، والاستجابه كذلك للمطالب المشروعه التي خرج من اهل هؤلاء من اجلها هؤلاء الشباب. وتحيه لكم. ما تنساش تابونا في لاشين وتاكتيف الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.